السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حجر فلاوان، مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر، كما رددها الشعب الجزائري في شوارع عدة مدن جزائرية ومنها الجزائر العاصمة ومدينة أم البواقي البطلة. في سهرة اليوم عندنا مواضيع، منها فضيحة فضيحة فضيحة، ندم يحشم يقول راني جزائري، تبين لك صح الجزائر ولات بلاد تاع حرايا تاع بيوات. نائب كاتب الدولة الأمريكي، الدولة القوة العظمى ماشي تاع الخروطو، أول قوة عظمى في العالم، نائب كاتب دولة مكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يزوروا له تصريحات تاعو يعملوا معاه دور نحكي الظروف كيفاش تم الحوار هذاك، كان مع الحوار ويزوروا الكلام تاعو يردوه ناطق رسمي باسم البوليساريو. وقاحة كيما هذه لازم تكون عريان أب عن جد، سينو ما ديرهاش، سينو ما ديرهاش، من المستحيل واحد يدير هاد الشيء هذا. دوك نتكلموا عليها بالتفصيل، هذا يعني شيء نتكلموا ثاني على حنين الويزا، حنون للشيطة ولا العصابة الحاكمة. ويزا حنون اللي كنا نقولوا عليها بحلا وبدا وصديم وخطرة وما كاش يسبقها، بعد ما حكموها فلاغرون ديلي أمر على الجزائر وعلى الحراك مع توفيق وسعيد بوتفليقة، اليوم بعد 4 سنين ملي كانت مخبية مشات عند تبون تعرض عليه خدماتها كمحامية، وتسمعوها بصوت الصورة، ماشي تقول يعني انت انا ما نهضرش لك ما نحبش كلام الفارغ، تسمعوها بالصوت والصورة باش ترافع على عصابة الحرام وتسكت على جرائم العصابة، هي اللي زعما كانت تكلم وكذا ما عليه. درك نجيو ليها، راح نتكلموا على قضية جد وخطيرة في مكافحة الكوكايين. كيلو ورطل كيلو كوكايين مخبية تحت البلاط في سال دو بان، حمام تاع بيت تاع ملكة جمال شمال افريقيا، الشرطه جبدتها عصابتها وجبدتها وحاكمت عصابه كامله اللي كانت مور هذه الحكايه تاع ترافيك كاين كيلو وطر، ما قدرش يجبدوا واحد برك من اللي هما وراء 7 قنار كوكايين و5 قناطر و3 قناطر و6 قناطر و5 قناطر دروش تسمعوا. نعم هذه هي المعجزة، جزائر المعجزات، كلموا عليها بالتفصيل.
وظاهرة تاع الشيطة تاع العصابة، كيفاش العصابة تغازل في بلاد القبائل أسبوعين قبل زيارة أبو كذيبة إلى بلاد القبائل إذا تمت الزيارة. نعرفوا بلي نديروا تمثال واحد شهيد، الشهداء كل واحد يديروا تمثال واحد، وكل واحد يدير واحد يديروا في الولاية وين زاد، واحد يديروا في جينيرالمون يديروا وين زاد تمثال. العقيدة حنا عمي روش الله يرحمه داروا زوج واحد، داروا في 2020 ظن قدام بنزاد، واحد دام دارو في بجاك، بصح حساب اللي دخلوا الوليد الحبس على جال اللي قال كلمة حق تاريخ الجزائر وكلمة حق على الأمير عبد القادر، دخلوه الحبس ومرضوه وداروه. شوف يعني شي يحصل في الجزائر ما يحصل حتى جهة. وقبل ما نبداو في هذه المواضيع كامل، تحية دابور للمتابعين والمتابعات، ونعطي كلمة مواطن جزائري عادي يعطيهم درس في الاقتصاد بزوج كلمات، درس في الاقتصاد بزوج كلمات. alors قبل كل شيء كما قلنا تحية لعبد الحق فيول محمد بوفضيل. يا خويا محمد بوفضيل ما فهمتش فيها انا واش راك كاتب، هاند بينك ووفينغ هاند بينك ما فهمناش واش على بالي، ما عرفتش السب فينا راك تقول فيها كاش حاجة نورمال تصاور. المهم مصطفى وليد من وهران الباهية، نسمي وهران على الناس وهران يقنا الهادي يقول لي العصابة العشرية السادة تحكمنا لا نستطيع الكلام. ايه هي شوف ما راهم الوجود تغير، يعني راهي نفس العصابة نفس الفلسفة، هي تاع العشرية السادة طالع ما تغير حتى شيء. تحياتي كذلك قد حنافي العمران عمران وزهرة الحرش، تحية تقدير لك واحترام كذلك. دحمان سنجاق علي قمي وقد حنافي صوت 100% بارك الله فيك. عندنا مدة ما طرحنا السؤال لأنه راهي الخواق راهي رايصة. عمار الزيك ومحمد الصوت غير ثابت مرة 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 يا أخي ملا شوف عندك انت نعرق عليك 100%. اي خلينا من حكاية الصوت. الور سي صح ماش يقول لي بصح وين راهو الحل، كرهنا تهدر كلمة تدخل الحبس وبلادك هذا التعليق يقدروا يدخلوني عليه الجزائر في المجرمين. خويا حتى قلنا تقول كلمة تدخل الحبس على التعليق كيما هذا مزيرك داير صح ماش عاد ما يحكمك ما يسيبوكش. الحل وين راه؟ الحل راه عند الشعب، ما هو لا عندي لا عندك انت وحدك ولا عند اكس ولا يجري، عندنا كامل عند الشعب كامل. لازم الشعب هذا يكسر جدار الخوف اللي كيما كسروا في 2019، ويلزم صح عملية توعية وكذا، ويخرج الشعب من الشارع ويطيح العصابة كما تحت عصابة بوتفليقة تحت عصابة تبون الشنقريحة. واجنا هذو عايشين بالهم مو الكذب. تحياتنا كذلك القاد الفؤاد قاد حنافي رمضان نور الدين بونسوار خوش بونسوار لي افوار نوتر سواري سانتو دي سافوار بير ان ديسون سلام مزاني بريزون
لا لا ساليس كو با لا لا هذا لا لا عبد الخالق الهمسي مالعينين جواد بعلال من كل الاخوه اللي راهم معانا لهنا وانا لاحظت اليوم تاني مصطفى دحماني على دورو بلاصتو خونا علي من كاليفورني نعم بعد حمدان حسن بوعدان ايه مرة مصطفى دحماني راه خميضة يدارجو اليوم خويا سي با كاش لاباري حسن بوعدان المهم دايما معنا خونا مصطفى وربي يحفظكم جميعا وربي يقدر الخير لبلادنا ندخلوا ل نبدا بالتفاصيل ونبدا قبل كل شيء بالرد على اسئله تاع الاخوان اللي وملاحظات ايضا اسئله وملاحظات تاع الاخوان المتابعين شوفوا هذا بعد الفصل